مشاهدينا في كل مكان، مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في أمسية جديدة. نلتقي من خلال طبعا هذا البرنامج اللي طلع على حضراتكم يوميا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات، حفظ الله من كل شر. في البداية طبعا أنا أرحب بزميلتي مونيا برنات اللي أكيد انضمت لنا في برنامج أماسي. مساك الله بالخير يا مونيا. أهلا وسهلا فيك، مساك الله بالنور والسرور. مساكم الله بالنور والسرور. مساء النور طبعا لجميع مشاهدين. حلقة اليوم فيها العديد والعديد من الفقرات المتنوعة مشاهدينا، لكن قبل ما نتعرف عليها نذكركم بطرق التواصل مع البرنامج، برنامج أماسي طبعا عبر البريد الإلكتروني amasi@smc.ae وصفحتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وعلى أرقام الهواتف المبينة الآن أسفل الشاشة. نحن دائما نرحب بكل اقتراحاتكم بكل أكيد آرائكم، وسريعا سنذهب إلى فقراتنا لهذه الأمسية. توكلوا على الله. مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، متحف التاريخ الطبيعي، رحلة عبر إمارة الشارقة، حفلات ومناسبات بلمسات إبداعية، إنجاز علمي ونقلة نوعية تشهدها إمارة الشارقة في مجال الفضاء والفلك من خلال الإعلان عن إنشاء مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. يأتي هذا المشروع الحيوي والهام لتسخير التكنولوجيا المتقدمة للرقي في مجال البحث والتطوير العلمي وتقديم الدعم العلمي في مجال علوم الفلك لجامعة الشارقة، لتكون أول جامعة في الدولة تمتلك مركزا علمي متقدم لدراسات الفلك وعلوم الفضاء. يمثل المركز بالتأكيد مونيا طبعا نقلة نوعية من مراحل التطور العلمي التي تشهدها إمارة الشارقة في ظل الأهداف السامية والتوجيهات الحكيمة والدعم اللامحدود للعلم والعلماء من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه ويبارك فيه، راعي النهضة العلمية وباني الشارقة الحديثة والباسمة. أكيد طبعا. طبعا لتعرف أكثر أحمد على مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك وأهميته، نرحب في أولى فقرات أماسي الليلة بسعادة الدكتور حميد مجهول النعيمي مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء. حياك الله، أهلا وسهلا فيك بك إلى أماسي. حياك الله. حياك الله يا دكتور. أهلا مرحبا. نحن دكتور دائما نلتقي بك، دائما نلتقي بالدكتور لآخر ليلة في رمضان نبشر الناس ونقولهم تمام وصيام. دكتور، دولة الإمارات حاليا ويمكن بعد المبادرات اللي طبعا بادرها سمو حاكم الشارقة وأيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بطبعا إطلاق أول مسبار إماراتي في وقت محدد، دولة الإمارات الآن تتجه بقوة إلى عالم الفضاء. ترجمتك لهذا الاتجاه الآن وهذا الاهتمام من قبل أصحاب السمو والشيوخ؟ في الواقع كوني مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنا أهني دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الخطوة الجبارة. لماذا؟ لأنه الآن في كل حياتنا اليومية نستخدم تكنولوجيا الفضاء والفلك. صحيح. كل هذه الموبايلات، الآيباد اللي بيدك، التلفزيون، نقل الصور الفضائية، إلى كلها تقنيات فضائية فلكية. فآن الأوان أن ندخل في هذا المجال بقوة، والحمد لله شيوخنا الله يحفظهم دخلوا بهذه القوة من خلال مسبار إلى المريخ، ومن خلال مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. هذه كلها مبادرات قوية. نحن نهني هذه الدولة العظيمة التي دخلت بهذه القوة في هذه التكنولوجيا اللي هي موضوع الساعة. وستبقى موضوع الساعة متى الدهر. أكيد. لأنه كل أجهزتنا، استخداماتنا السلمية واللا سلمية، الاستراتيجية والعسكرية، دراسة موارد الأرض الطبيعية، كل هذه هي تقنيات فضائية فلكية. ف
فآن الأوان أن ندخل في هذا المجال والحمد لله. الله يوفقكم إن شاء الله. نعم. طب خلينا ندخل في موضوع المشروع اللي أصدره صاحب اسمه الشيخ أو أطلق بدايته صاحب اسمه الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه حاكم الشارقة، مشروع المركز، مركز العلوم والفضاء، ما هو هدفه تحديدا وأين أنتم من الآن من هذا المشروع العظيم حقيقة؟ شكرا جزيلا. في الواقع هذا المشروع من المشاريع الحاوية التي وجه بها صاحب السمو لبنائها قبل أكثر من سنة. نعم. وبدأنا الآن ببناء المرحلة الأولى لهذا المشروع الذي يتألف من قبة فلكية بأحدث أنواع التكنولوجيا ومرصد فلكي بتلسكوبات صغيرة مناسبة للمنطقة، ثم بعد ذلك وحدات فلكية خاصة، مختبرات فلكية لتحليل الصور الفضائية وتمييز الأنماط. تعرفون الآن كما أسلفنا قبل قليل أهمية الفضاء والفلك والجو، دراسة الجو، دراسة المناطق القريبة للكرة الأرضية، كلها هذه الآن هي مواضيع الساعة يعيش بها العالم كاملا. الآن نحن نرى تصميم دكتور، إذا تشوف الآن على شاشة. نعم. شوف تصميم هذه صورة الـ 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 القبة الفلكية، المركز بالحقيقة، المركز هي هذه القبة الفلكية. نعم. يحيطها حديقة فلكية كاملة تحوي على الكواكب، بحيث عندما ننظر إلى المركز من الجو نشاهد المجموعة الشمسية كاملا. فمركز المركز هي الشمس، تمثل الشمس، ثم الكواكب حولها، بحيث كأنما أنت تشاهد المجموعة الشمسية من الجو بالضبط. ما أقصد بالمجموعة الشمسية الشمس وكواكبها وأقمارها، فهذه الحديقة والحشائش والمدارات أو الطرق الخاصة اللي نراها هي مدارات للكواكب. طبعا فميزة هذا المركز هو ليس فقط علمي وبحثي، وإنما ثقافي وتربوي، يعطي للزائر فكرة كاملة عن الفلك. وتعرفون إحنا الفلك عندما ننظر إلى السماء ننظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الكون، والكون هو كل شيء خلق من قبل الله سبحانه وتعالى والحمد لله. فعندما ندخل في هذا المركز سنشاهد العلوم والبحث العلمي، والتكنولوجيا هي وسيلة من وسائل نقل التكنولوجيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. فضلا عن الثقافة الفلكية والتربوية، لأنه هذا المركز سيساهم في خدمة رياض الأطفال صعودا إلى طلبة الجامعة وإلى الأساتذة وإلى هنا أثناء جولة سمو الحاكم، هذه أثناء جولة صاحب السمو الله يحفظه في الأسبوع الماضي، يبين لنا المشروع في مرحلة الحالية، بديته يعني مرحلة بعدين منتهية. يعني إذا نشتغل إن شاء الله طبعا تنجز المرحلة الأولى في نهاية هذا العام إن شاء الله. إحنا الآن في داخل الطابق الأول من القبة الفلكية، أي القاعة الكبيرة التي تحيط بالقبة الفلكية. هذه القاعة ستملأ بمعرض كامل متكامل، ما يسمى بالساينس إدوكيشن، يعني التعليم العلمي الفلكي الفضائي. في راح تكون أجهزة خاصة تمثل الكون في أربعة عصور. معلش دكتور أحمد، ما لفت انتباهك مصطلح قال الدكتور الحين الثقافة الفلكية؟ صحيح. الثقافة الفلكية خلينا نفهمها أكثر، فهم يعني ونوعي السادة المشاهدين مفهوم الثقافة الفلكية. نعم، مفهوم الثقافة الفلكية هنا علوم الفلك تعرفون تاريخه أساسا بدأ من هذه المنطقة، من المنطقة العربية. صحيح. فمن خيرة العلماء الموسوعيين برزوا في هذه المنطقة في الفلك والفضاء. فلذلك أنا أحيانا أقول الفلك هو من أقدم العلوم ومن أحدث العلوم، دائما هو حديث. صحيح. وهو قديم. فقدماء علمائنا المسلمين بدأوا بهذا الموضوع بموسوعية كاملة، من ضمنهم حتى علماء الخليج، من ضمنهم ابن ماجد. صحيح. في القرن الخامس عشر لما كان يبحر بسفنه عن طريق النجوم وعن طريق الدلالة. صحيح. مواقع النجوم وإلى آخره. فلهذا هنا الثقافة الفلكية مهمة،
نعرف ما هو تاريخنا في هذه العلوم المهمة الآن التي دخل العالم فيها من خلال الفضاء في أبرز أنواع التكنولوجيا التي تنقل إلى الكرة الأرضية ونستخدمها في حياتنا اليومية. نعم. وأنا دائما أقول ربما سيأتي يوم خلال المستقبل القريب جدا علوم الفضاء وتكنولوجيا تدخل في المطبخ. نعم. ربما تأتي أم البيت وتطبخ بطريقة فضائية وهكذا. وحقيقة هذا نعم. الكلام حقيقة. نعم. يعني إحنا لما ننظر إلى الأفلام الخيالية العلمية السابقة فكانت تشمل قضايا فضائية وفلكية، والآن دخلت صحيح ما كانت عبث، بالعكس أبدا، يعني من خلال الأقمار الصناعية، المركبات الفضائية، الأجهزة التي تنقل إلى الفضاء، تدور حول الكواكب، تدرس هذا الكوكب وذلك الكوكب والشمس، Alien 1 and 2، كلها أفلام الفلكية المعروفة. فإحنا الآن يعني أنا أشكر بالحقيقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على دعم للعلم والعلماء بشكل مكثف وبشكل قوي. شو الملاحظات اللي أبرز الملاحظات اللي قالها سمو الحاكم عندما يعني قام بجولة في هذا المركز؟ طبعا سمو الحاكم دائما في كل جلساتنا معه يعطينا التوجيهات ويعطينا حتى في أول لحظة من قدمنا المشروع وطلب المشروع. نعم. أنطانا أفكار جميل، أفكار خلال 15 دقائق ربع ساعة أعطانا أفكار طبقت الآن هذا الشكل اللي دا نشوفه. نعم. الشمس والقاعة التي تحيط بالشمس هذه كلها فكرة صاحب السمو. جميل. والحديقة الكبيرة اللي هي مدارات المجموعة الشمسية هذه كلها أفكار صاحب السمو. فصاحب السمو هو المؤرخ، هو العالم، هو الفلكي. يعني مبدأ المحاكاة بيكون مبدأ المحاكاة الفكرة، يعني هذه واحدة من جلسات صاحب السمو اللي كان. هل نقدر نقول الآن قبة الفضاء هذه هل هي امتداد للقبة السماوية الموجودة الآن في الشارقة؟ القبة السماوية الموجودة في الشارقة هي قبة صغيرة وقديمة، عدد الكراسي محدود جدا. هذه القبة طبعا قباب فلكية موجودة في العالم هنا هناك، هي ليست هذه نقول الأولى أو الثانية أو الثالثة، في قباب فلكية كثيرة، لكن الجديد فيها تتألف من شاشة قطرها شاشة نصف كروية. نعم. قطرها 18 متر تميل بزاوية 10 دقائق، هذه الزاوية هي الحداثة بها، لأن تعطي للمشاهد كأنما بحيث يكون المشاهد مرتاح في مقعده زين احنا على تقرير في نفس الاطار دكتور 600 دقيقة بس. نعم. هذه الشاشة تعرض صور واضحة المعالم ثلاثية الأبعاد عن طريق برنامج سوفتوير، برنامج متكامل عن طريق محاكاة رقمية بحيث يعطينا الصورة عالية الدقة. هذه واضحة هذا لا هذا المرصد هذا المرصد هذه قبة المرصد الفلكي. جميل. هذه غير القبة العارضة. هذه قبة لرصد النجوم، هذه ستكون قريبة من القبة الفلكية ضمن مركز الشارقة لعلم الفضاء والفلك. هذه القبة تفتح ويخرج التلسكوب من داخلها ويرصد النجوم، بإمكان أن نسيطر على هذا التلسكوب من أي مكان، يعني من الجامعة وإحنا قاعدين نقدر نحرك التلسكوب نفتح القبة. جميل. ونرصد الجرم السماوي وننقله إلى القبة الفلكية وننقله إلى أي شاشة نستطيع أي شاشة في قاعات الجامعة حتى ننقله مباشرة. إلى تلفزيون الشارقة. جميل. فإذا هذا التلسكوب نسميه تلسكوب نستطيع السيطرة عليه عن بعد. نعم. بواسطة الإنترنت. نعم. بواسطة الإنترنت. فإذا خلي بما أنه لأن هناك تقرير يربط بين القبة قديما والآن. يعني هذه القبة حداثتها هو السوفتوير، حداثتها منظومة عرض تتألف من 7 قنوات عارضة تعمل بتزامن. نعم. تعمل بتزامن بحيث تعطينا صورة متجانسة ثلاثية الأبعاد دقيقة جدا، بفضلا أنه هذا السوفتوير يخلي المشاهد ينتقل مع الصور والأفلام الفضائية بالفضاء. وكأنما يعني ستمني إذا أنت قاعدة الآن على الكرسي. نعم. وتشوفين الأفلام التي تعرض كأنما أنت في الفضاء. يعني تطيري بين النجوم والمجرات وإلى آخره، يعني 3D، يعني 3D كامل. وأنت ما تشعر أنه أنت قاعد، تشعر نفسك أنت متحرك. جميل. ضمن
المجرات الفضائية الفلكية المجرات والكواكب. رائع يعني فكرة. احنا عنا تقرير دكتور، قلت لو نعرض هذا التقرير للسادة المشاهدين. نعم. وبنرجع نعقب بجزئية مهمة عندما أطلق صاحب السمو حكم الشارقة حفظه الله من خلال الخط المباشر الفيلم دين القيمة. دين القيمة. دين القيمة. بعد الفاصل مشاهدين أو بعد هذا التقرير. في بداية الثمانينيات من القرن الماضي شهدت الشارقة إنشاء أول جهة مختصة لعلوم الفلك والفضاء في الدولة متمثلة بالقبة السماوية، والتي تعتبر الأقدم من نوعها في الوطن العربي. ساهمت في نشر الثقافة العلمية المختصة بالفلك والفضاء خلال فترة تزيد على 30 عاماً. وتأتي المرحلة الثانية الأكثر تخصصية للانتقال إلى مرحلة جديدة ومجال يعد عصب هذا العصر، وهو عصر الفضاء، لمعرفة أسرار هذا الكون العظيم وإبداع الخالق عز وجل من خلال الإعلان عن إنشاء مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والذي يمثل نقلة نوعية من مراحل التطور العلمي التي تشهدها البلاد في ظل الأهداف السامية والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة. وهذا ليس بغريب على راعي النهضة العلمية وباني الشارقة الحديثة، كما يعتبر المركز إضافة قيمة لمراكز البحوث العلمية العربية وبحوث الفضاء والفلك على وجه الخصوص. وعبر أثير إذاعة الشارقة أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة عن مشروع إنتاج فيلم علمي وثائقي يروي ومن خلال استعانته بالآيات القرآنية واللقطات التصويرية قصة تكوين الكون. أنا كان عندي مشروع من قبل 7 سنوات وأحاول أخرجه ولا بقادر أخرجه. كل مرة أفكر كيف أخرجه، أخرجه في مسرح، أخرجه في مجسمات، أخرجه يعني. وهو لو أي واحد فينا والمستمعين يقرأ سورة الأنبياء، هذه السورة تبدأ بخلق الكون وتنتهي بنهاية الكون. سبحان الله. وما بين الاثنين حياة. هو النزول. النزول الأنبياء من إبراهيم وغيره. نعم. تتابعهم صحيح. فأنا كنت أريد هذا، أريد أبدأ بخلق الكون ووجود سيدنا إبراهيم، ولا لي أنا أن أنا أتبحر في الأنبياء الآخرين، ولكن أقحم نفسي على النبوة وأقحم نفسي على نزول الوحي، وأنتهي بالآية. يعني مثلا لو نقرأ يعني في هذه الصورة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذا يسمى في علم الفلك الانفجار الكبير. اختار سموه اسم الدين القيمة على أن يتم عرضه بالتزامن مع افتتاح مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. حياكم الله من جديد، ونتعلم دائما من الوالد ومن هذا الرجل، دائما نتعلم في كل يوم. الله يحفظك. حدثنا عن الدين القيمة لو سمحت. في الواقع هذه كلها فكرة صاحب السمو الله يحفظه. وتسمية الفيلم دين القيمة، تعرفون دين القيمة يعني دين اللمة، اللمة الصالحة. صحيح. اللي هي الجماعة المسلمة. نعم. وهذه دين القيمة مذكورة بالقرآن ضمن الآيات التي تشمل الفيلم كله. والفيلم يبدأ كما ذكر صاحب السمو من خلق الكون، من بداية الفجار، خلق الكون، الفجار الكبير. الرتق، كان رتق ففتق، يعني من الرتق رتق تحول إلى أشلاء ذرات وتراب وغاز، من التراب والغاز تم خلق المجرات والنجوم،
من احدى النجوم هي الشمس، تكونت الشمس، ومن ماده السديم الشمسي تكونت الكواكب. نعم. منها الارض، تكونت الارض لما تكونت، هذه كلها تعرض في الفيلم، تكوين الارض ثم تكوين القارات كلها. بعد ما تكوين القارات تنزل الكاميرا على القدس، ثم تتحرك الى بناء الكعبه، ثم وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، الى ان ينتهي الكون. عندما ينتهي الكون يعود كما كان سابقا رتقا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق رتقا، رتق نعيده، رجع رتق، كان رتق ورجع. يعني مثل ما تفضل سمو الحاكم، من بداية الخلق إلى تابع الأنبياء تابع الأنبياء كلهم، بعث الأنبياء والرسل، بالضبط، ومن ثم إلى أن ينتهي الكون. نعم، إلى أن ينتهي، وكلها ما في أحد يشرح ولا إلى آخره، كلها بآيات قرآنية. يعني كل آية كل يعني آية تترجم الحدث، ذلك الحدث بالصورة، بالصورة بالصورة، كل آية تترجم الحدث، والفيلم يشتغل كأنما إحنا معاه بطريقة 3D. حتى صاحب السمو وصفة أنه الكرسي يتحرك ضمن الكون وينزل إلى الأرض، وفي الأرض مع الحدث التاريخي إلى أن ينتهي، وحتى يظهر الفيلم بعض الأجرام السماوية، الشمس وكلهم في فلك يسبحون، الكواكب تسبح حول الشمس، والشمس تسبح حول المجرة، وهكذا. فهذا الفيلم حسب ما ذكر صاحب السمو هو هدية للغرب. يبدو لي مؤسسات إنتاجية ضخمة سوف تعمل على إنتاج. الحمد لله، الحمد لله. بالحقيقة تواصلنا مع أحدى الشركات العالمية الفضائية المرتبطة بإحدى الجامعات العالمية. يعني ليست شركات تجارية، وإنما شركات علمية. هي تعشق البحث العلمي والفيلم. فلذلك الحمد لله وفقنا لما بنينا هذا المشروع، وفقنا مع شركات ليست تجارية وإنما شركات علمية بحتة، بحيث حتى البرامج أو السوفتوير اللي عملناها هي عملة خاصة لهذا المشروع. فضلا أنه إحنا هذا تلاحظون هذا التلسكوب الصغير، هذا توني بسألك عنه دكتور، قطر المرآة 45 مع تلسكوب عاكس، هو مع تلسكوب عاكس، تلسكوبين عاكسين، التلسكوب العاكس لرصد الشمس، وتلسكوب الكاسر العاكس لرصد النجوم، والكاسر لرصد الشمس. فهذه حركته بإمكان أنه نسيطر عليها عن بعد. هذه داخل قبة فلكية قطرها 3.5 متر. طبعا في تلسكوبات كثيرة، تلسكوبات تجارية صغيرة كبيرة، العالم مليان، حتى المدارس مليانة. لكن ميزة هذا التلسكوب وإيجابيته هو التكامل بين التلسكوبات الثلاثة مع الأجهزة التي ترتبط بهذا التلسكوب، اللي هو جهاز الطيف والكاميرا. هناك كاميرات حديثة تسمى Couple Charge Device Camera، كاميرا الشحن المزدوج. طبعا هذه نضعها في التلسكوب لرصد الأجرام السماوية في منطقتنا ملوثة، أكيد. ملوثة بالضوء، ملوثة بالأتربة، فهذا التلسكوب الصغير مناسب لهالمنطقة. يعني لا أستطيع دقيق، دقيق، فضلا عن الأجهزة تستطيع أن تأكل بعض الأمور الملوثة، بحيث تعطينا، يعني هذا التلسكوب الآن أستطيع أن أرصد نجوم على بعد 10 مليار سنة ضوئية. 10 مليار سنة ضوئية أستطيع أن أرصد جرم سماوي إلى بعد 10 مليار سنة ضوئية. طبعا السنة الضوئية هي حوالي 10 في مليون كيلومتر. شوفوا هذه المساحة، 10 في مليون كيلومتر، فضاء عظيم. 10 مليار سنة ضوئية، زائدا قوة تكبيرة والألوان التي يرصدها كأنما نرصدها بتلسكوب قطرة 5 متر. فالتقنية المستخدمة هي الحداثة. يعني هل تعتقد سوف يأتي يوم دكتور وبن، يعني ما أدري، إحنا كنا دائما نقول على سبيل الدعابة أحمد أن أنا بصيف في المريخ، بشتي في المريخ، هل فعلا بيأتي هذا اليوم وممكن البشرية يكون الذهاب إلى المريخ بالنسبة لها شيء عادي، شيء طبيعي؟ مرت فترة، هي تحيد دكتور، مرت فترة حد من التجار، ما أعرف هو تاجر، هو كان يكذب، رجل أعمال، كان عنده بيوت في المريخ،
وفعلا مرت فتره ان تعال اشتري بيت في المريخ ورحلات محتمل للمريخ. محتمل نوصل الى هالفتره. احنا الان تكنولوجيتنا قادره ان تطلق الانسان فقط للقمر, للقمر. اللي هو اقرب الجرم السماوي. لغاية الآن ما أطلقنا الإنسان لأقرب كوكب اللي هو المريخ. قاعدين يسوون تجارب على فكرة الآن في تجارب في اليابان. أطلقنا مركبات فضائية. نعم. يعني مركبات فضائية تدور حول الكوكب تصور كوكب. أطلقنا مركبات فضائية وصلت إلى حافة المجموعة الشمسية. لكن تكنولوجيتنا الآن تكنولوجية العالم اللي دا أقصدها ما تخترق. ما وصلنا إلى أن نطلق الإنسان إلى أبعد من القمر. فهناك الآن تجارب كثيرة لإطلاق الإنسان إلى المريخ. وهذه الرحلات تطول 6 اشهر 7 اشهر 8 اشهر تقريبا الى المريخ. طبعا المركبه الفضائيه لا تستطيع ان تذهب بشكل مستقيم, لابد ان تتحرك حول الارض مرتين ثلاثه وثم تنطلق وتاخذ اشكال مداريه حتى تاخذ قوتها من جاذبيه بعض الكواكب الى ان توصل للمكان اللي احنا نريده. فالعمليه هي ليست سهله بهالطريق, فلكن قد بفتره قد زمنيه طويله يوصل الانسان الى المريخ إلى المشتري إلى آخره. لكن لازلنا إحنا ضمن المجموعة الشمسية اللي هي التي هي نقطة صغيرة في مجرتنا, مجرة درب التبانة. ومجرة درب التبانة موجودة في المشروع مشروع سنضعها بشكل صاحب السمو بالحقيقة فكرته أنه لأنه المجرة مكونة من نجوم مختلفة الألوان, فاحنا راح نخليها بشكل على الارض مختلفه الالوان, اختلاف الالوان عن طريق زراعه الورد. فالمشروع بالحقيقه من حيث شكله العلمي الثقافي التربوي الجمالي قد يكون فريد هو من شكله نوع. مضمونا حقيقه الامر دكتور قد يكون فريد من نوعه في 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 المنطقه في الشرق الاوسط, وقد يكون فريد من نوعه من ناحيه الشكل الجمالي والتربوي إلى آخره في العالم. يعني تفضل دكتور. طبعا أكمل فضل. المراحل الثانية هناك ستكون هناك أجهزة مصنعة من علماء مسلمين, ستكون في حوالي قديما ولا حديثا المصنعة قديما 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 بس احنا نصنعها حديثا على شكل القديم ونأخذ الفكرة. يعني مثلا المزولة أو الساعة الشمسية صحيح. كيف استخدمت لحساب الوقت عن طريق الشمس مثلا في الكرة السماوية, المؤشر يشير إلى النجم القطبي. نعم. كيف استخدمت لمعرفة موقع النجم القطبي. نعم. وهكذا. نعم. فسابقا المسلمين كانوا يصلون على النجوم صحيح. الإماراتيين مثلا يستدلون يقول سهيل نجم سهيل قبل هذا يقول خلي الياه على يمينك وصلي لما يكون بالصحراء وما يعرف نعم. الاتجاه الياه هو الاتجاه, الاتجاه هو النجم القطبي, النجم القطبي هو بالشمال من يخليه على يمينه نعم. معناته الشمال صار على يمينه هو اتجه إلى الغرب والسعودية بالغرب. شوفي بالفطرة الكلام صحيح. بالفطرة لكن هي عملية علمية دقيقة يتجه إلى النجم القطبي حتى يصلي ويتوجه إلى الغرب. نعم. فهذه كلها نريد نبرزها في مركز الفضاء مركز الشارقة لعلم الفضاء فلان. دكتور نبرز التراث الإسلامي في الفلك والفضاء, نبرز الثقافة الفلكية الإسلامية العربية, نبرز تاريخنا زائدا الحداثة والعلوم والتكنولوجيا والتقنيات الجديدة. طبعا احنا الآن خطتنا نربي جيل جديد من الشباب في هذه التكنولوجيا حتى يمشي بطريقة المستقبلي للدخول في هذه المجالات. هل يمكن الصح دكتور عن أرقام عن تكاليف معينة لهذا المركز؟ لازلنا احنا بعد يعني المشروع في طريقة يعني ما منتهي ما في أرقام واضحة. يجي نعم نعطيكم تكاليف. التكاليف مو كثيرة للأمانة يعني خاصة بالنسبة للأجهزة حتى لو كانت كثيرة هذا يعني فلك وفضاء بس مردودها الآن خلينا نتكلم عن مردودها. أولا مردود نقل التكنولوجيا إلى المنطقة, ثانيا خلق جيل جديد من الشباب مزود بالثقافة والعلم الفلكي والفضائي, زائدا خلق مختبرات بحثية الجامعات كلها ستستفاد منه طبعا. وكما قلنا سيستفاد منه الطلبة من رياض الأطفال صعودا إلى طلبة الجامعة. على إثر الاستفادة معلش دكتور خلينا نعود مرة أخرى إلى
الموقع حقيقة الموقع المركز من الملاحظة الموقع المركز داخل جامعة الشارقة في المدينة الجامعية في المدينة الجامعية هل من دلالة معينة لوجود الموقع في المدينة الجامعية؟ هل من مقصد معين؟ هل من هدف معين وراء